بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ليرفعهم إلى مقام الاقتراب وليخلصهم من ذل التراب ومن تيه الارتياب إلى مقام الاقتراب. ومن ثم جعل كتابه خالصاً لأولي الألباب وليكون بذلك من أهل القربى والاقتراب. أيها الحضور الكرام، يسر كتاب السنة لتحفيظ القرآن الكريم بإقليم سطات بتنسيق مع المندوبية الإقليمية والمجلس العلمي المحلي بسطات أن يرحب في حفل يضم أهل الله وخاصته، حفل يضم أهل القرآن، حفل احتفى بأهل الريادة والرياسة والذكر الحكيم. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما يبتدأ به ويبدأ به عطراً للكلام، روحاً وريحان في هذا الحفل البهيج الذي يحتفى به بأهل الختام من القرآن، نستمع آيات بينات مع نبراس هؤلاء الحفدة الختام، أحد الخاتمين، ليسمعنا ما أعطاه الله له وأمده به، وكان من النعمة والمنة التي أقرها الله في قلبه. إسماعيل العيوني يسمعنا ويتحفنا بآيات من الذكر الحكيم، وهو أصغر خاتم وأكبرهم، إن أسعفنا القول أن نقول أن من حفظ هذا القرآن لا يكون صغيرا، وإنما يكبر ويحفظ، لأن المتمسك بالمحفوظ محفوظ والمتمسك بالمرفوع مرفوع. فليتقدم أصغر الخاتمين ليتحفنا بالذكر الحكيم مشكوراً مأجوراً، حفظ وبورك بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.